تبقى imaging your writing coach. انت راجل كاتب coach، انت مدرب، فاكتب ده كمدرب. فهو بقى ايه؟ هيروح بيفكر بفكر ايه؟ مدرب. انا فهمته انت مين. هنا بقى ده سؤالك، هو انا ليه بقول له انت مين؟ عشان في كل حاجه هيعملها لازم اقول، يعني انا لما ادور على كود اقول له بقى انت كديفلوبر يو اي او انت ديفلوبر يو اكس هات كذا، عشان هو يجيب لي المعلومه مظبوط. يبقى انا لازم رقم واحد اقول له انت مين، عشان يقدر يتعامل من الداتا اللي ايه؟ متعلم منها. انا معلمه انت بياع، فهيروح بقى كبياع شاطر يرد الردود بتاعت البياعين. فعشان كده هروح قايل له ايه؟ البرسونا بتاعتي، وقلت له التون، وقلت له الميشن، وقلت له التاسك، وقلت له كمان انت محتاج تعمل ايه، ورتبتهم له. ده فكر البرومتنج. نرجع تاني للسلايد ده، ده الفكر بتاع البرومتنج. انت لازم تقول الاي انت مين في كل برومتنج تعمليه. اساسي تقول له اعملي الحاجه دي ككذا. انا عايز اعمل برزنتيشن عن ازاي ابقى عالم اقتصاد مثلا، فهعملها ازاي؟ هقول له بقى كراجل باحث عايز هتقف، وممكن تقولي له كده، تشرحي له كده، انت هتقف قدام الناس وهتشرح كذا وتعمل كذا، وتدي له السيناريوز وتقسميها التقسيمه دي، وتدي له اديشنال داتا اكزامبل. يعني في اكزامبل شفته ان واحد بيقول لك انا وزني 70 كيلو وعايز اعمل بروجرام جيم. ادي السؤال، هل الاجابه هتفيدني؟ غير الديتيلز، انا ولا فهمته هو ككوتش ولا تغذيه. برافو عليك، هو دكتور تغذيه ولا ككوتش ولا ايه بالظبط؟ انت عايز ايه؟ انت ما فهمتوش حاجه، فبتطلع هيطلع لك اجابه. لا، هو ما حد الكونسبت السلايد اللي قبله الانسر وكويشنز. انت عايز اجابه مظبوطه اساله سؤال مظبوط. طب ايه قاعده السؤال؟ قول له انت مين؟ راجل متعلم ملايين الداتا، قول له انت مين فيهم؟ وبعدين اطلب منه التاسك. وزي ما احنا قلنا نكون واضحين وسامبل، يعني ما اروحش اقول له تاسك انت تبقى كذا وتعمل كذا وتعمل كذا. لا، الموضوع يبقى بسيط ومحدد عشان اقدر استفاد من الداتا اللي عندي. تعال نشوف اكزامبل تاني لحد بيكريت ايميل، فبيقول له اي ام سي او، انا سي او وعندي شركه صغيره وعايز اعمل شورت ايميل للاتش ار اللي عندي، تمام؟ عشان اساله عن كذا وكذا وكذا وكذا. بص بقى اديته التفاصيل، تمام؟ وبعدين انا وقفت، انا كده ما قلتلوش ولا تون ولا اي حاجه، بس هو لوحده هيجيب التون من مين؟ ما هي البيرسونا فرقت معايا. يبقى انا لازم لما بقول للاي اي انت مين، هو هيتصرف، بس انا اكون بكلمه محدد وبفهمه. هل انا في البرومت ده في كل مره هعمل كده؟ هو ده اللي انا قلت عليه بقى، طور بقى البرومت بتاعك. تعالى هنا بقى وضيف عليه انه بدل اتش ار يبقى مثلا الاي تي دايركت، وعايز منه كذا وكذا، وعايز ايميل متعدد يبقى ينفع لده وده وده. فانت بتطور في الايه؟ في البرومت بتاعتك، فالنتيجه هتتغير. يبقى انا دايما عارف ان البرومت مكوناته كيانه ده اللي احنا ده لازم ابقى مهتم بيه جدا، ده اساسي. ده انا كده اتعلمت برومت، كده اعرف اشتغل، لان انا فهمت كونسبت كانش الناس عارفاه. الناس كلها عارفه اكتب سؤال وخلاص، جرب اعمل كذا. لا، تعالى بقى طبق ده في اي طبقيه بقى عندك في اللي انت عملتيه قبل كده. طبقي الكلام ده هتلاقي الوضع مختلف تماما تماما. يعني الار بي اي ده بتاع تاسكات بتتعمل لوحدها، لكن الاي اي البوت اللي عندك او السيستم اللي انت بتستخدميه بيعتمد على الاي اي. انا بقى الاي اي ده تحتيه، ان انا الار بي اي ده اللي هي اوتوميت بقى الاي اي اللي انا عملته. عشان انا قلت من شويه ان الاي اي هو بيشتغل، بس في بعض الكيسز لازم يعمل تاسك اوتوماتيك، فعشان اخليه اوتوماتيك بيستخدم الار بي اي. الشات بوت بيرد على الناس، بس انا عايزه يروح على السيستم ويسجل الاوردر. لا، انت بتسجلها، يعني برضه بيسجل لك كل الحاجات بتاعتك بالهيستوري في الشمال كده، كل بتاع وشات جي بي تي كله بيسجل الهيستوري. انت بقى التابه دي مسميها ايميل كذا كذا، كل شويه بتخش فيها تعدلي في البرومتنج ويروح مطلع لك النتيجه، او تخش تساليك تكملي. انا مثلا هديكي مثال، في عندي كاستمر بتعامل معاه فببعت له ايميل، فهو رد عليا، فانا رجعت قلت له هو رد عليا كذا وانا عايز ارد اقول له كذا، هو يروح مرادد بيجيب بقى من الهيستوري ويقول له ويرد يجيب له ردود من الهيستوري. يعني انا في الاول قلت له ان انا سلمت تاريخ كذا وعملت كذا وانت ما التزمتش، بعدين هو رد عليا وقال لي احنا هنأجل ومش عارف ايه، بعد كده رد.
في ميل بقى في وسط كده في الاخر بقول له رد عليه وقول له تاريخ التسليمات وكده، راح جاب كل حاجه من الاول. الاي اي بيسجل الهيستوري بتاع البرومتنج اللي انت عملتيه، فما تقلقيش من ده. دي ميزه ان انت لما تسالي سؤال هو حافظ اللي فوق، ولما هتستخدمي سيستمز بيستخدم الاي اي ميزته ان الكود زي ما هو لسه قايل لاحمد ان هو مذاكر من الاجابات اللي قبل كده. الفكره اللي احنا بنبني عليها الفكر بتاعنا انه حاجتين، ان انت دايما اعمل حسابك ان الاي اي او البرومتنج اللي انت بتستخدمه كده كده انت بتطوره، كده كده هيتطور معاكي وليه هيستوري، فيفضل بقى انت بتستفادي ان كل ما بتطوري في البرومتنج بتاعك او في الاي اي اللي معاكي كل ما هتاخدي ريزلت احسن. انت بس ما تقيسهاش على ايميل او 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 زي ما يقول لك تبات، ما تقيسهاش كده. انا بقول لك قيسيها بعد كده ان في برامج هتستخدميها في الشغل والاي ار بي كله، بعد كده هيبقى في اي اي كله يكلم بعض ازاي ويشتغل ده مع بعض ازاي. عشان كده لازم ابقى فاهم هكونفيجر الحاجات دي ازاي عشان اكون فاهم في البرومبت. زي ما قلت الاديشنال تيبس بقى، وانت بتقول له انت دكتور فبتقول له اعمل كذا اكتب لي كذا، فانت بتدي له اكشن محدد. لما انا باجي اقول له انت كباحث اكتب كذا ابحث كذا، يعني ادي له صيغه امر عشان يبقى ينفذ اللي انت عايزه. لكن ما تقولوش بقى انت كمدرب اعمل لي بروجرام مش عارف ايه، لا انا لازم اديله صيغه فيها امر فيها اكشن، نفذ كذا اكتب لي كذا دور لي على كذا. فدي بتفرق جدا في الاجابه. حاجه تاني ان انا بالنسبه لي زي ما احنا اتفقنا من شويه، التون الاكزامبلز اللي بتكتبه، شكل الداتا يخرج على هيئه تيبل ولا ايه، كل ده الفورمات والحاجات اللي بتطلع من السيستم اكتبها له في السؤال. على فكره كل ما سؤالك كبر وبقى فيه تفاصيل كل ما النتيجه هتبقى هايله. الشات جي بي تي او بارد او اي اي كل ما الداتا قليله في البرومتنج بتاعك كل ما نتيجتك درجتها مش حلوه. يعني زي زمان كده يقول لك اكتب في موضوع التعبير كتير هتاخد درجه كويسه، تفاصيل كتيره كل ما هتقدر تاخد نتيجه عاليه وتستفاد منه. وده برضك اللي هوريه لكم في الشات بوت او الشات اللي احنا استخدمناه.